باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل الاولاد كلها امين. ربنا يسوع المسيح قعد 3 سنين ونص يجول يصنع خير، وكانت 3 سنين ونص دول فيها اعمال كتيره عملها المسيح، تعليمات او تعليم على مستوى السماء علم به السيد المسيح، لدرجة أن ناس كتير جدا أعجبوا بالوضع ده. ديكم مثل بسيط، على التجلي أو على جبل التجلي بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مع المسيح، وظهر مجد المسيح وظهر موسى وإيليا، فبطرس انبسط قوي، قال له جيد يا رب أن نكون ها هنا. حلو قوي كده يا رب، ده كده كويس قوي، خلينا كده على طول. لكن مش كل الناس كانوا مقتنعين بالمسيح. شافوا معجزات كتيرة جدا، اتحيروا بسببها، لكن مش الكل كان معجب بالمسيح أو يقبل المسيح. وكانت فكرتهم عن المسيح فكرة أرضية بحتة، إن يعني حلو أوي أوي إن يكون في معجزات شفاء، معجزات إخراج شياطين، معجزات إقامة موتى، إشباع جموع، ده كده حلو خالص، احنا نقعد معاك على طول. في البعض ما كانش فاهم الكلام ده، زي ما سمعنا في الإنجيل دلوقتي الكلام اللي بيقوله كلام صعب، يعني إيه نزل من السماء؟ يعني إيه يدينا جسده ودمه ناكل ونشرب؟ يعني ايه الكلام ده؟ بل جه وقت حصل من كتر ما الناس مش فاهمه سابوا المسيح ومشوا بالالاف، كان الاف مع المسيح سابوا المسيح ومشوا، ما فضلش غير ال 12. فالمسيح بصلهم كده قال لهم وانتوا كمان تحبوا تمشوا زي اللي مشوا دول؟ اللي مشوا دول ليه؟ مشوا عشان استصعبوا الكلام اللي بيقول المسيح. مفيش نبي قبل كده قاله، مفيش حد قال ابدا ان انا نزلت من السماء، مفيش حد ابدا قال انا هو الخبز النازل من السماء، مفيش حد قال منهم كده. عدد الانبياء كتير جدا ما حصلش كده، وكانوا بيترجوا فيه ان هو ده اللي ممكن ان هو يعني يقيم مملكه داوود مره تانيه على الارض. حتى التلاميذ نفسهم، حتى التلاميذ نفسهم اللي فضلوا مع المسيح لقرب النهاية اتهز إيمانهم تماما لما حصلت أحداث يوم الجمعة الكبيرة. حتى لما كان المسيح يقول كده إن ابن الإنسان يسلم ويهزأوا به ويجلدوه ويموتوه وفي اليوم الثالث يقوم، بطرس قال لهم ما تقولش الكلام ده، ما تقولش الكلام ده، احنا عايزينك دايما معانا واحنا كده مفصلين وانت موجود في وسطينا كده، هو ما سبناش. فالمسيح قال له اذهب يا شيطان لانك ما انتش فاهم بالظبط. بيقول لك ان حتى التلاميذ اهتز ايمانهم، ويعني لما تقرا انت مثلا انجيل معلمنا القديس بطرس لوقا البشير عن القيامه حكايه المذيع عمواس، يقول لك الاثنين دول كانوا ماشيين عابسين. عابسين يعني ايه؟ يعني احباط، احباط على الاخر. فمسي المسيح هو معه، ما عرفوهوش،
مع المسيح ماشي معاه بعد القيامة، ما عرفوش، وقعد يتكلم معاهم ويتكلموا معاه ويسألوه ويجاوبهم، وبرضه ما عرفوهوش. وكان من ضمن الكلام قال لهم، يعني هو اللي هم ايه اللي عمالين تتكلموا فيه ده؟ قالوا عن يسوع كان انسان مقتدر في القول والفعل، وكنا متعشمين ان هو يعني يعمل حاجه كبيره، ولكن الحقيقه اتصدمنا انه اتصلب ومات. كان لنا رجاء كبير جدا فيه، لكن اتصدمنا. وزي ما تقول كده يعني التلاميذ يعني يقولوا ايه، ايه اللي عمل نفسنا في نفسنا ده؟ ايه اللي خلانا نسيب حالنا ومالنا ونمشي معاه 3 سنين ونص، ودي هو مات ما احناش عارفين هو راح فين، واحنا الوقت نعمل ايه؟ اللي يرجع للصيد تاني، واللي يرجع لصناعته تاني، واللي يرجع لبيته تاني. فالهزه دي كانت هزه جباره. لما قام المسيح بقى ابتدى يعالج ده كله، ابتدى يعالج ده كله ويرجع للتلاميذ ايمانهم مره تانية. بس هل يعني هل الكل فعلا استفاد من قيامه المسيح؟ زي المثل اللي قاله السيد المسيح عن الغني والعازر. فالغني قال له يا ابونا ابراهيم ابعت لي العازر يبل لي شوية مية بس عشان أنا متعذب. أم إبراهيم قال له لا، ده ما ينفعش إن إبراهيم إن العذر يجي لكم، ولا أنتوا تيجوا عندنا، وما تنساش إنك أنت كنت متنعم أوي في العالم وهو كان متعذب أوي في العالم، فالحال اتقلب. قال له خلاص، إن كان ما فيش أمل إن هو يجي يعني يخفف آلامي شوية، ابعته لإخواتي، أنا ليا إخوات موجودين على الأرض عشان خاطر ينصحهم ما يعملوش اللي انا عملته ويجوا للعذاب ده. فابراهيم قال له ايه؟ قال له عندهم موسى والانبياء يكلموهم. فام الغني قال له موسى والانبياء مش هيجيبوا نتيجه، لكن لو قام واحد الموت وحكى بالتاكيد هيكون تاثيره اقوى. فابراهيم قال له لو كانوا ما يسمعوش من موسى والانبياء حتى لو قام واحد مش هيصدقوه. وفعلا المسيح اتصلب وقام. هل يا ترى كل العالم استفاد وخلاص انتهى الشر اللي في العالم؟ العكس صحيح، العكس هو اللي صحيح. قلة قليلة جدا آمنت، والأغلبية ماشية في العالم زي ما هو. نرجع بقى إيه لقيامة المسيح وإزاي غيرت الوضع بالنسبة لأبناء الملكوت. غيرت إزاي؟ طبعاً قيامة المسيح في الأول كانت زي ما كانت الصليب صدمة، كانت القيامة مفاجأة. ليه؟ لأنه ما يعرفوا القيامة يعني إيه؟ إن واحد يموت أم تعمل معجزة يقوم تاني، زي مثلا اللي قاموا في العهد القديم، أو اللي أقامهم المسيح ابنة يايروس، ولا ابن أرملة نيين، أو العازر اللي أقامه المسيح، بس هيرجع يموت تاني. لكن قيامة المسيح اختلفت تماما عن كده. الاختلاف جه ازاي؟ نمرة واحد، اللي قاموا قبل كده أقامهم الله إما بتوسل الأنبياء إليشع وإيليا، أو أقامهم الله بنفسه زي ابنة يايروس وابن أرملة نيين والعازر اللي أقامه المسيح. لكن المسيح قام بذاته، حدش أقوله، هو اللي قام بذاته. قام بذاته إزاي؟ إن نفسه المتحدة باللاهوت عادت إلى جسده المتحد باللاهوت، فقام بإيه؟ بذاته. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي قاموا قبل كده رجعوا ماتوا مرة تانية، أما المسيح قام ما رجعش يموت تاني، ما رجعش يموت تاني. اللي قاموا قبل كده قاموا بأجسادهم المادية دي،
لكن المسيح قام بالجسد الممجد، بالجسد الممجد. الجسد الممجد ده ايه؟ يختلف تماما عن الجسد بتاعنا. الاختلاف، الجسد اللي قام بيه لعازر هو الجسد العادي ده اللي بيحب يخش من باب يخبط عشان حد يفتح له، لكن المسيح يدخل والابواب مغلقه، مش حاجز يحجزه. ليه؟ ده جسد ممجد، ده جسد ممجد. طب يا ترى هيفضل كده على طول الانسان يموت ويقوم بجسده المادي اللي تحجزه الحواجز زي ما حصل مع العازر ومع ابنة ييروس ومع الأشخاص دول، ولا ترى هنقوم بقيامة تانية تماما؟ لا، هنقوم بقى في القيامة الأخيرة بالجسد الممجد اللي قام به المسيح. طب هنرجع نموت تاني؟ لا، مش هنرجع نموت تاني، مش هنرجع نموت تاني. ده الكلام اللي ما كانوش فاهمينه قبل كده. عشان كده النهارده بيقول لك ايه؟ قال يسوع: انا هو خبز الحياه، من ياتي الي فلا يجوع. خلي بالك احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا بنقرا دلوقتي انجيل يوحنا، الاحداث اللي حصلت قبل الصليب كلها احنا بنقراها تاني، بس على ضوء ايه بقى؟ مش بالفكر الاولاني، الفكر المادي اللي هو المملكة الأرضية والمجد الأرضي والمتعة الأرضية واللذة الأرضية. لا لا لا، نحن بنقرأ على بفكر جديد خالص، وهو فكر القيامة، فكر القيامة. يجي المسيح بيقول إيه؟ أنا هو خبز الحياة. لما قال كده اليهود قالوا أنا. كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ يدهولنا إزاي؟ ولغاية النهاردة في ناس كتيرة جدا تستغرب لما احنا في الكنيسة عايشين ده. حتى بعض اللي بيسموا نفسهم مسيحيين الحكاية دي مش على بالهم، او مش على بالهم يعني مش فاهمينها ومش عايشينها، ولو فهموها وعاشوها يعيشوها غلط. تقول لي يعني انا بحضر اجتماعات، اجتماعات حلوه جدا وببقى مبسوط او منتعش جدا من الترانيم، اقول لك كل ده كويس فعلا، بس ده انت عاش ايه؟ مش زي اللي بيتكلم عنه المسيح. ايه اللي بيتكلم عنه المسيح ده؟ بيقول كده: انا هو خبز الحياه. خبز الحياه يعني انا هاكل جسد المسيح. ايوه، ما هو قدامي على المسبح اهو، قدامي على المسبح اهو. ولما قدمه لي المسيح قال لي ايه بقى؟ قال لي: من ياكل جسدي، او الاول خالص كده قال لي: يعطى لغفران الخطايا. حتى ابونا وهو بيناول المفروض كده، وهو بيدي لك الجسد يقول لك كذا: جسد ربنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا. انت واعي بالظبط انت بتاكل ايه؟ انت مش بتاكل حته تربانه، مش بتاكل حته قربان، انت بتاكل جسد المسيح اللي المسيح قدمه بنفسه وقال كده: يعطى لغفران الخطايا. ويجي ناول لك الدم يقول لك ايه؟ دم عمان والهنا يطهر من كل خطيه. انت واعي جدا للدم اللي انت بتتناوله، وعيله. الكلام ده كان غامض قوي بالنسبه لليهود، لدرجه ان هم سابوا المسيح اللي عمل كل المعجزات دي وسابوه ومشيوا. ليه؟ مش فاهمينها الحكايه دي، ما فهموهاش، فهموهاش. لكن النهارده بقى انت ايه؟ تقرا نفس الكلام بروح القيامه. ايه روح القيامه؟ المسيح قال كلام كتير جدا وكنا مش مستوعبينه ومستبعدينه خالص. يعني ايه حياة أبدية؟ يعني إيه يقيمنا في اليوم الأخير؟ يعني إيه يعطينا جسده ودمه؟ يعني إيه الكلام ده كله؟ لكن النهاردة بعد ما المسيح بقى حقق كلامه لما قال يصلب في اليوم الثالث يقوم، لا، يبقى كل كلمة قالها المسيح حقيقية مؤكدة، مؤكدة. كمان المسيح قال إيه؟ قال: من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا بي. يعني إيه يحيا بي؟ يمكن لما تبص في العهد القديم تبص تلاقي عاش الآباء في العهد القديم آلاف السنين
ياكلوا نبات، كانوا نباتيين، نباتيين ياكلوا ثمر الشجر، عشب الارض، ياكلوا الحاجات دي، خضار، حاجات من دي. بعد الطوفان ربنا سمح بان الانسان ياكل من الذبائح، بس من الحيوانات الطاهره. الحيوانات الغير طاهره لا، الطيور الطاهره الغير طاهره لا. ولما سمح بالاكل ده قال لهم تاكل لحم بدون دم، والدم ما بتشربوش. الدم طب ليه؟ طب ليه؟ مع ان في دول النهارده ما يذبحوش، يعني مش كل الدول بتذبح اللحم، ما بتذبحوش، بيكهربوها، يموت الحيوان ودمه فيه. يقول لك ليه؟ عشان استفيد بدمه مع لحمه. خلي بالك، هو ليه المسيح، ليه ربنا قال ما تعملش العمله دي؟ ليه انت ما تعملهاش؟ قال لان دم الحيوان حياه الحيوان. فيعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو كلت وشربت دم الخروف انا باخد حياه الخروف، حياه الثور اللي باكل لحمه، حياه الارنب اللي باكل لحمه، حياه الطائر اللي باكل لحمه. لكن لما بشرب دم المسيح انا باخد حياه المين؟ المسيح، باخد حياه المسيح. عشان كده في حاجه حصلت، ان المسيح لما جه قدم جسده قال لهم خذوا وكلوا هذا هو جسدي. وبعدين لما جه قدم لهم الكاس عمل ايه؟ ذاق واعطاهم وقال لهم خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفران الخطايا. واحد يقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده ما اتكتبش في الانجيل، مش موجود في الانجيل ان هو ده، لكن اللي حضروا ال 12 اللي حضروا قالوا لنا الكلام ده. قال قدم لنا الجسد وقال كذا، وقبل ما يقدم لنا كاس شرب منه وبعدين شربنا منه. طب ليه يا رب شربت منه؟ قال عشان اكسر الحاجز بتاع عدم شرب الايه؟ دم الحيوان. ليه؟ لان دم الحيوان هيدي لك الحياه الحيوانيه والغرائز الحيوانيه، لكن دم المسيح حياه المسيح، فيحيا انا بل المسيح ايه؟ يحيا فيه. وقال ايه كمان؟ قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. الثبات في المسيح، الثبات في المسيح، ثبات في المسيح، يعني ما تهزش بقى تاني، ما تهزش بقى تاني. عشان كده لو خدتوا بالكم ان تلميذي عمواس فضلوا مش عارفين المسيح لغايه لما وصلوا، كانت الدنيا ليلت. قال له طب ارتاح بقى عشان خاطر ما يصحش انك انت تكمل سفرك والدنيا ليل كده، ريح وبكره الصبح تبقى تكمل سفرك. وحطوا لقمه عشان ياكلوها، وبعدين المسيح راح كسر الايه؟ الخبز. ساعه كسر الخبز هم ايه؟ عرفوه. عشان يفهمني ان سر التناول هيعرفني المسيح ويثبتني في المسيح ويثبتني في الايمان بالمسيح، ويعرفني يعني ايه الكتاب المقدس، وكل كلمه قالها المسيح اعرفها وانا بتناول، اعرفها كويس واتاكد منها وانا بتناول، ارجع للايمان القوي بتاعي. ورجع وكمل وقال ايه؟ من ياكل جسدي واشرب دمي اقيمه في اليوم الاخير. في قيامه بقى، مش اقامه جسديه زي اللي فاتوا دول، لا، ده الاقامه اللي قلنا عليها القيامه ايه؟ قيامه ما بعدهاش موت، قيامه ما بعدهاش موت، وحياه ابديه، حياه ابديه اللي هي ملكوت السماء. وين رجع قال ايه؟ ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياه فيكم، وبالتالي ولا غفران خطايا، وبالتالي وليست لكم حياه المسيح، وبالتالي كمان ما فيش ثبات في المسيح. عشان كده خلي بالك، خلي بالك النهارده المسيح بيقدم لي شخصه ذاته في سر مهم جدا، سر التناول. بس اتفهم بقى سر التناول، زي ما المسيح اتصلب وقام في اليوم الثالث زي ما قال، يبقى اذا كل كلمه قالها المسيح جسده ماكل حق، دمي مشرب حق، لالهنا المجد الدائم للابد امين.
خن بيمه قطر